إيران فازت على السعودية ب 26 هدفا مقابل 22. البوسنة والهرسك خسرت أمام منتخب روسيا ب 28 هدفا مقابل 42. وبيلاروسيا خسرت أمام جمهورية التشيك ب 31 هدفا مقابل 32. طبعا مشاهدينا، بعد هذه المباريات جمهورية التشيك توجت بطلة لكأس الرئيس. نتابع وياكم تقرير يلقي الضوء عن مباريات يوم أمس والنتائج. من أجل تعويض خيبة الوداع الحزين من دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد، كان لابد أن تشارك المنتخبات صاحبة الترتيب الأخير للمجموعات في بطولة كأس الرئيس. هي فرصة أيضا لمحو الصورة المتواضعة التي ظهرت بها تلك المنتخبات، والأهم من ذلك هو تحسين موقعها في التصنيف الدولي. اليوم الأول شهد إقامة أربع مباريات. إيران تغلبت بشق الأنفس على منتخب تشيلي، فيما تجاوزت السعودية شقيقتها الجزائر في لقاء عربي خالص، ليحقق الأخضر السعودي أول فوز له في البطولة. أما منتخب بيلاروسيا فقد نجح بتخطي البوسنة والهرسك دون عناء يذكر، بينما أطاح منتخب التشيك بنظيره المنتخب الروسي بصعوبة بالغة. في اليوم الثاني والحاسم لتحديد المراكز النهائية، توجت التشيك بالكأس بتغلبهم في النهائي الماراثوني برميات الترجيح على المنتخب البيلاروسي، وبهذا احتل منتخب التشيك المركز 17 تاركا المركز 18 لبيلاروسيا. المنتخب الروسي بدوره نجح في اقتناص المركز 19 إثر انتصاره على منتخب البوسنة والهرسك، ليكتفي الأخير بالمركز 20. أما المنتخب الإيراني فاحتل المركز 21 بفوزه على منتخب السعودية، ليحتل الأخضر بفعل الخسارة المركز 22. واحتل المنتخب التشيلي المركز 23 بتغلبه على المنتخب الجزائري، خسارة جديدة عمقت من جراح أبناء الصحراء، ليقبع وبجدارة في المركز الأخير. مشاهدينا، اليوم سنكون على موعد مع أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي. المباريات تنطلق في تمام السادسة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة. في تمام السادسة ونصف لدينا مباراتين، كرواتيا مع هولندا في صالة علي بن حمد العطية، واللقاء الثاني ما بين قطر وأيضا ألمانيا في صالة لوسيل. اللقاءان الآخران في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ما بين سلوفينيا وفرنسا في صالة علي بن حمد العطية، واللقاء الرابع والأخير ما بين الدنمارك وأيضا إسبانيا في صالة لوسيل في هذه الأسبوع.